يعني دي العمارة اهي، فده الجزئية دي اما اسلم فيها دلوقتي. الجزئية دي بقى دي مرحلة تانية ولا أولى؟ تبع التانية. دي تبع التانية بس برضه. أنا ما بسلمش المرحلة التانية كلها، بتسلم جزء جزء. أنا فاهم عشان أنا أعرف فاهم. استلم دفعات. أه تمام. يعني أنا قصدي الحتة بتاعتنا دي هي شغالين أهو فيها، شغالين فيها كلها أهي، قايمة وشغالين فيها. والتسليم ممكن يكون على ثلاثة كده إن شاء الله. لا على ثلاثة هتكون خلصانة بقى، خرسانات المباني والمحارة الداخلية. هيبقى لسه ناقص الدهانات. فاضل بس حاجات خفيفة بس فيه. تمام. قول يا رب بس الدنيا تمشي ومفيش حد يتعطل ومفيش ثورة.